انا ابغى يا فيصل انكم تفتحون فرصه لكل سعودي وسعوديه مقيم، الاولويه للسعودي والسعوديه وبرضه مقيم في البلد، يرسل مقطع مدته 3 دقائق يشرح فكره ترفيهيه هو قادر على تنفيذها وتفيدنا، ما يرسل لنا خرابيط يضيع وقتنا. وتفرزون اهم الفرص واهم 20 مبادره في هذه احنا بنتبناها شخصيا كعيادر في جميع مناطق المملكه. انا ابغى تيجي الاف المبادرات مده 3 دقائق يعملنا برزنتيشن فيديو مرتب ما يضيع وقتنا الله يعافيه. يعني امس انا واحد مرسل لي خرابيط لا يمكن تتحقق، ما يضيع وقتنا وشيء مفيد وشيء جديد. واحد بعد يقول لي والله خلينا نسوي فود تراك ولا نسوي يعني شيء موجود، يعني وش جبت لي شيء جديد؟ شيء فعلا نستفيد فيه وفكره جديده. اهم 20 فكره انا بشوفها شخصيا ونتبناها هنا في التل. هذا المقطع ده انشروه للناس خلوهم يشوفوه. وعليهم بك. بس انا حبيت اني اشوفكم اليوم وانا سعيد و